كله برغيف بلو برغيف دوقوا برغيف السنيور سنيورا والبديلو سنيورا بلو برغيف سنيورا عطيني سنيورا بإيطاليا سنيورا بالقدس يا حبيبي أعطيني الفرقة سنيرني سنيورا عشرة عمر. حياكم الله مشاهدينا الأعزاء، أجواء رمضانية رائعة بالتأكيد في العشر الأواخر، وتأكيدا من مدينة الكرم عبر شاشة الفجر الجديد راح نتواصل معكم وإياكم بالتأكيد في حلقاتنا في برنامج فوازير مع سنيورة عشرة عمر. ما تنسوا اللايت، ما تنسوا المرتديلا، نقانق الزعتر، وما تنسوا اللانشون، وأكيد أكيد يعني كثير من الأشياء الرائعة. بتحب سنيورة؟ نعم، والكل بيحب سنيورا اكيد. احنا مكملين، ما تنسوا متابعتنا بالحلقات المسجله على الفيسبوك وعلى الموقع الالكتروني الفجر tv.com، وما تنسوا احبائنا الاعزاء انه راح نستمر واياكم على احمد الجلاد في التصوير من خلف الكاميرا، وفادي بدير اللي جاي متاخر شوي اليوم في الدعم اللوجستي، واحنا مكملين اكيد في حلقاتنا لها اليوم لمتسابق اول معنا من خلال البرنامج. يلا يا علاء نكمل، نتعرف عليك يا باشا. وليد ابو سباك من طول كرم. كيفك يا وليد؟ الحمد لله. صحراتي طول كرم الرائع، كيفك؟ الحمد لله رب. كيف اجواء رمضان؟ حلوة، الله يهدي البال. طب سنيورة كيف معك؟ سنيورة عشرة عمر معروفة. يا علي عليك سنيورة عشرة عمر. طيب بدنا نروح لسؤال سهل 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 جدا ولا صعب؟ اللي بدك إياه. اللي بدي إياه. طيب سنيرني يا معلم، بقول لك أشد الناس عداوة للمسلمين مين هم؟ سلام. لا شو أنا ما بنوجه هون السؤال، اصبر شوي. يا ولي يوسف. أشد الناس عداوة للمسلمين هينا منا وغربة. أنا بعرف اليهود. اليهود معروفين. يلا يا باشا مع سنيورة أكيد أنت كسبت معنا لليوم، شو بتحب تحكي لسنيورة؟ كل عام وأنت بخير وينعاد عليكم بالصحة والسلامة إن شاء الله. سنيورة عشرة عمر. سنيورة عشرة عمر. طيب بدنا نروح لسؤال سهل، بحكي لك في حيوان تمام إله باللغة العربية 1500 اسم تقريبا، بتعرفي شو هو؟ يلا شو؟ الأسد. إيش؟ الأسد. طب بتعرفي إشي ثاني غير الأسد للأسد؟ أعطيني إشي ثاني. الليث. وشو كمان؟ المهند. والغضنفر. والغضنفر. والضرغام. 1500 اسم. يلا من سنيورة هاي أجمل جائزة لإلك، شو بتحبي تحكي لهم؟ يسلموا إيديك أنت وجهاد، وشكرا لسنيورة. سنيورة عشرة عمر. نتعرف عليك. آية الأشقر. آية الأشقر، كيفك يا آية؟ الحمد لله. كيف رمضان معك؟ الحمد لله منيح. طيب احكي لي، جربتي سنيورة؟ زاكي؟ كتير. في أزكى من سنيورة يا علاء؟ طيب جاهزة معنا يا آية؟ بدي أسألك سؤال سهل، اعطيني خمس منتجات من سنيورة. المرتديلا، النقانق، البسترما، لانشون. 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 طيب واللايت. واللايت. وكمان صدر حبش وصدر عجل والدجاج والمدخن، وكل هذا من سنيورة، وهي جائزتك يا آية. كل عام وانت بخير. وانت بخير. سنيورة عشرة عمر. نتعرف عليك. محمد عوان. كيفك يا محمد؟ والله الحمد لله. كيف سنيورة معك؟ والله منيحة. زاكي؟ زاكي حاضر على كل مائدة. صحيح. يعني عليك، بتعرف انه إلها 14 فرع وثلاث مصانع في فلسطين والأردن وكذلك أيضا في دبي. جاهز معنا؟ جاهز. بدي أسألك سؤال، السؤال بتكون لعاصمتين لدولتين وهن في أوروبا، شو عاصمة الدنمارك؟ الدنمارك. الدنمارك شو العاصمة؟ يلا يا باشا سهلي. طب اسمع، بدنا شو الدنمارك بس راح نرجع لها، البوسنة والهرسك. الشيشان. لا الشيشان عاصمتها جروزني. البوسنة والهرسك. يلا فيش جوجل في المنطقة شكله. يلا البوسنة. شو عاصمة البوسنة والهرسك؟ البوسنة. ما بقول لك مية بتقول لي مية. طيب عاصمة البوسنة والهرسك شو؟ لا مش البوسنة الهرسك. لا زيك نافي ناعمة وخشني. ها شو يا باشا عاصمة الدنمارك؟ ما بعرف. ساكت روضة. ايش ماله؟ ساكت روضة. لا هي زلمة. طب حظا اوفر، راح يضلوا هذول معنا الاسئلة اليوم مع سنيورة اكيد، اجمل الاوقات مع سنيورة عشرة عمر. سنيورة عشرة عمر.
مع سنيورا احنا مكملين مواد رائعة ومنتجات يعني الكل بيحكي عنها، وسنيورا سنيرني عشرة عمر، يعني مش عارف وين ابلش، يمين شمال نتعرف؟ دم عندك يمين؟ طب نروح يمين نتعرف عليك. هون نتعرف عليك. انا الاستاذ محمد ناصر ابو ناصر من شويكي. حياك الله يا استاذ محمد. الاستاذ سامح ابو عمر. سامح ابو عمر. والباشا محمد نعالوي من شويكي. طيب. نشترك مع بعض ونساعد بعض اليوم باستعانة بصديق. سؤالنا اليوم يا طال عمرك، عاصمة كل من، تمام؟ الدنمارك، في حدا بيعرف عاصمتها؟ كوبنهاجن. ايش؟ كوبنهاجن. يا عيني هذا اللي كنت قبل شوي بدك مساعدات. طيب يا باشا، والبوسنة والهرسك؟ شو يا باشا؟ باكا؟ لا. شو باكا؟ باكا الغربية؟ لا باكا لا. وين هي باكا؟ هون بتل كرم. ركز سيبك منهم مش راح يساعدوك. البوسنة والهرسك. البوسنة والهرسك. ما تنسوا ثلاث مصانع طبعا لسنيورا. اشي من الاخر وحاضر على كل مائدة. شو صار يا زلمة؟ بدنا نخلص. طب غيرها. شو غيرها؟ غير العاصمة الثالثة. طب الشيشان؟ الشيشان؟ مش عارف والله. ولا مرة مرت عليك؟ مرت. متأكد يا زلمة؟ مرت. هي باكا. طب اذا قلت لك الجروزني بتصدقني؟ الشيشان؟ ممكن. ممكن؟ طب الك بالكرة؟ تفضل. طيب هون الرياضة كله. طيب كلنا رياضة. طيب كأس العالم 2018 وين راح يكون؟ في روسيا. 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 طب مين غلب، إيطاليا ولا إسبانيا المرة؟ إيطاليا. والله إيطاليا ولا شو؟ أمم أوروبا 2-0. طيب يا باشا جائزتك مباشرة مقدم من سنيورا عشرة عمر، شو بتحب تحكي لهم؟ ان شاء الله للامام جهودكم مشكوره وبارك الله فيكم. يعني اكيد نتمنى لكم بتقسموا الجائزه. ديروا بالكم. اكيد اجواء رائعه بنتمناها لكم. سنيورا عشرة عمر من مدينه الكرم وعبر شاشه الفجر الجديد. سنيورا عشرة عمر. بدي اسالك سؤال، ما هو اكثر اسم كان بيستفز، تحياتنا للامن الوطني، اكثر اسم بيستفز محمد علي كلاي؟ في اسم كان لمحمد علي كلاي، قلت اللي سألني لمحمد علي كلاي كان يستفزه كثير. الملاكم العالمي محمد علي كلاي رحمة الله عليه. طبعا رحمة الله عليه. كان باشا شو بعرف ما نزلش ولا مرة خبر عاجل. الاسم يلا يا باشا غير لنا. يلا طب إلك بالتعليق أكيد. طب يلا علق لي لسنيورا. يلا سنيورا يلعب في المائدة. يلا يلا اضرب لك واحدة سنيورا. يا رب هاي بالجبهة. هاتوا هديتكم مباشرة من سنيورا. أجمل الأوقات وتحياتنا لكم. فقط للمعلومات، للمعلومات الاسم اللي كان يستفز محمد علي كلاي هو اسمه السابق، وأصر في بعض الأحيان على أنه فقط يتم نداؤه باسمه محمد علي وليس الاسم السابق كاسيوس، هذا اللي كان له السابق. هاي المعلومات من خلال برنامج فوزير. نتمنى لكم أجواء رائعة اليوم، كانت حلقتنا حلوة رائعة جميلة في أجواء حلوة اليوم، يعني ما في رطوبة في طول كرم، لكن سنيورا بتنعش الجو بتخليك دائما بالمود الصح. تحياتنا لعلاء احمد الجلاد، تحياتنا لفادي بدير، شو هو الدعم اللوجستي على راسي يا فادي، وهي تحياتي لكم خالد بدير. الى اللقاء. كل برغيف بلو برغيف دوقوا برغيف السنيور. سنيورا بإيطاليا، سنيورا بالقدس يا حبيبي. أعطيني الفرقة سنيرني. سنيورا عشرة عمر.